الآن مباشرة إلى أربيل ينضم إلينا من هناك الباحث بالشأن السياسي عماد باجلان. مرحبا بك سيد عماد. 4 ساعات مضت، تغريدات متتالية، أحداث متسارعة، كيف راقبت المشهد حتى هذه اللحظة؟ نعم، بداية تحية لك ولمشاهدين قناتكم الأكارم. هذا كان ما كان نتوقعه منذ البداية، وقلنا وحذرنا منه أنه انسحاب التيار الصدري من البرلمان لن يحل المشكلة وليست نهاية اللعبة السياسية. وكما ذكر السيد القائد في وزير القائد في التغريدات، ودخول البرلمان قبل يومين كانت رسالة واضحة، ولكن الإخوة في الإطار مصرين على موقفهم، مصرين على أنهم يمتلكون الغطاء القانوني عندما انسحب التيار الصدري وأعطاهم 73 مقعد، ولكن متناسين أن السيد مقتدى الصدر يمتلك غالبية الشارع وله جماهير وجمهور بتغريدة يعني يتجمهرون بالمئات الآلاف والملايين. يعني السيد الصدر عندما انسحب من البرلمان وقف بوجههم بالجماهير والجمهور والشعب، وكلمة الفصل دائما والقرار يكون للشعب. الشعوب هي من تصنع البرلمانات، تصنع الحكومات، تصنع القادة. فلا أتصور أنه هناك نسبة مقارنة بين مسألة الغطاء القانوني والشرعي بالنسبة للبرلمان وبين الجماهير التي انتفضت ومن صباح اليوم أو من ليلة أمس لحد الآن يتجهون نحو الخضراء. بكل الأوضاع، بكل العموميات، أهم ما موجود، يعني أهم ما فقرة نؤكد عليها، والسلم الأهلي، عدم المساس بالسلم الأهلي وعدم الاصطدام بين الفرقتين وعدم الاصطدام المتظاهرين مع القوات الأمن. هذه هي أهم نقطة. دون ذلك كشعب عراقي وكنظام الحكم في العراق اعتدنا أنه كل دورة برلمانية تتأخر تشكيل حكومة، تارة 4 أشهر، تارة 10 أشهر، تارة سنة. هذه يعني تعودنا عليها، وبالنهاية يصلون لحلول. أنا كمراقب سياسي أرى أن لا حل في الأفق سوى الذهاب لانتخابات مبكرة وإنهاء كل هذه الجدلية ووضع حد لهذه الصراعات والمناكفات، وبالتالي الشعب هو الذي يدفع الثمن وهو الضحية. أحوال وأمور الشعب قد توقفت، المشاريع والخدمات وإلى آخره. نحتاج حكومة أغلبية، الشعب رفض التوافقية، هذا هو كلام الشعب، كلمة الشعب هي أعلى من الكل. الشعب رافض التوافقية، ليس الآن، منذ 2019 عندما خرجوا ثوار تشرين وأعطوا الشهداء والجرحى رفضوا التوافقية. لذلك كان هناك فسحة من الأمل أن تشكل حكومة أغلبية وطنية تتحمل مسؤولية المرحلة المقبلة أمام الله والتاريخ والشعب والمجتمع الدولي، ولكن قوى الإطار استطاعوا كسر النصاب وخلق أو تحقيق الثلث المعطل، وحصل ما حصل.